موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال الشيخ سعد رحمه الله: لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم، فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام، ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا. أولئك لهم اللعنة، أي البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين، ولهم سوء الدار وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء، ويقدره ويضيقه على من يشاء. وفرحوا بالحياة الدنيا، فرحوا أي الكفار، فرح الكفار بالحياة الدنيا فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي هي شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا، أي إذا انشغلوا به عن الآخرة وجعلوها هي الهم وكفروا بالله عز وجل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعنتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقترحون ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه، بزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا. فأجابهم الله بقوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أناب أي طلب رضوانه، فليست الهداية والإضلال بأيديهم، ليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفا على الآيات، ومع ذلك فهم كاذبون. فلو أننا نزلنا إليهم الملائكة، كما في الآية الأخرى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول: ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونها، بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق كفى ذلك وحصل المقصود، وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينونها، فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا فلم يؤمنوا لعاجلهم العذاب. ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، كما سنذكر إن شاء الله في كمالة أو تمام الآيات غدا.
في هذه الآيات فوائد، أولها التحذير من نقض العهود والمواثيق، وكما ذكرنا في صفات المؤمنين أعظم العهود على الإطلاق هي التي بين العبد وربه، العهد بين العبد وربه على التوحيد والطاعة والعبادة بكل تفاصيلها، وعلى العبد أن يكون رجلا في القيام بهذا العهد، كما أثنى الله عز وجل على بعض عباده فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأيضا التحذير من نقض العهود لأنه من صفات المنافقين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. كذلك التوصية بصلة الأرحام والتحذير من قطعها، فالرحم شجنة من الرحمن، قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، كما عند البخاري. أيضا تبين أن الإفساد في الأرض إنما يكون بالعمل بالذنوب كحال المنافقين دوما، ومن ذلك أكل الربا الذي يلعن صاحبه، كما في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كما عند مسلم. كذلك في الخمر لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كما عند أبي داود. وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وأعمال أخرى كثيرة تكون سببا في اللعن والعياذ بالله تعالى، كما قال الله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فليست اللعنة للكفار فحسب، بل ربما فعل بعض أهل الإسلام ما يستلزم له اللعن والعياذ بالله، لكن ليس هذا يعني أننا نعينه باللعن، بل نحذره ونخوفه بذكر أمثال هذه الأحاديث. أيضا تبين أن الرزق بيد الله سبحانه وحده، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليس ذلك لمخلوق من البشر ولا غيرهم، وإنما هو لله. ثم هو سبحانه أمرنا بحسن التوكل عليه وأن نأخذ بالأسباب. تبين أيضا ما عليه الكفار من الانشغال بالدنيا والفرح بها فرح البطر والأشر، والاغترار بها عن الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وليست سوى متاع حقير يمر سريعا ويعقبه العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيها أيضا تعنت الكفار واقتراح وطلب الآيات، ثم بيان أن ذلك ليس إليهم، وإنما الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قل قبل هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.